هاي منطقة الجميزة من أول ضواحي بيروت يلي تشكلت حول سور المدينة القديم، وكانت نقطة الوصل ببيروت بين طرابلس وصيدا. لتسمية المنطقة بالجميزة في روايتين، الأولى بطل أحد الحكام يلي قرر يقص شجة جميز كبيرة كان يتفيى تحت سكان المنطقة بسبب حاجته لخشبها، والتانية بتحكي عن شجرة كمان كبيرة كان يلتقى تحت رجال المنطقة للعب الورق والطاولة، وتم قطع لإنشاء مقهى عرف بعدها بقهوة الجميزة. قبل كانت معروفة بالبييرا بسبب كثرة عيون المي فيها. بيتميز الشارع بآثاراته وبيضم معالم تاريخية بتمثل بقايا بيروت العثمانية المملوكية الصليبية العباسية الرومانية الفارسية والفينيقية، إلى جانب أبنية قديمة بناءها قبل الانتداب الفرنسي. مين قال إنه هالشارع معروف كمان بالحياة الليلية الصاخبة فيه؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.